أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى ونتحدث عن أنظمة التخطيط المالي. نحاول نشوف التحديات اللي هي تواجهها، نشوف شو هي أوجه الإصلاح. مخرج كان يتكلم معنا، المخرج قبل شوي، وكان يتكلم أن عندهم مثلا في الأردن نظام اللي هو يسمح بأن الشخص إذا كان خارج البلد أن ينتمي إلى نظام التقاعد عندهم أو الضمان الاجتماعي حتى لو أن يشتغل في القطاع الخاص. وطبعا الأشخاص اللي عندهم وهم طبعا يشتغلون في دول أخرى أي نظام تقاعد ويقدرون يشاركون فيه، طبعا من الأفضل المشاركة فيه وعدم التخلي عنه حتى لو أن يشتغل في دولة أخرى، لأن هذا هو الحد الأدنى. لو أن كان البنفيتس أو المزايا اللي راح يحصلها الشخص في نهاية فترة التقاعد في سن 60 أو 65 غير كافية، إذن يجب أنه يبقي على هذه الأنظمة ويحاول بطريقة أخرى بتكوين الموارد الأخرى اللي تساعد على تعزيز راتب المعاش عند التقاعد. قلنا الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص مهمة جدا جدا في دعم أنظمة التقاعد. كثير من دول العالم حتى أنها تقوم في كثير من المرات بإيجاد أنظمة أخرى خاصة ليست تابعة للحكومة لكنها أنظمة تقاعد، وممكن كثير من الأشخاص يشاركون فيها وهي تكون على المدى الطويل. ميزة الأنظمة هذه أنها دائما تكون مرنة، تكون دائما ذات مردود عالي، وتساعد أكثر أكثر في الشخص أنه يختار يكون خياراته متعددة أكثر من الحكومية. عندنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. أبو محمد تفضل. يا أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا طيب تفضل. كلامك كنا ودي استفسر عن نظام التقاعد المبكر. نعم. هل هو افضل للواحد ياخذ مبكر ولا ياخذ متاخر يعني تقاعد عندما يتم عمر 60؟ بالنسبه طبعا انت تتكلم عن انت تشتغل في السعوديه صح؟ نعم. هل تقصد انت المبكر باي سن تتقاعد؟ تقاعد مبكر يعني بعد خدمه 18 سنه كذا. 18 سنه و20 سنه صح؟ اي نعم. يعني ممكن الشخص ان احنا نقول 40 او 45. اي نعم. انزين، هل بعد التقاعد نيه الشخص يا ابو محمد انه يشتغل او يتوقف عن العمل او شو؟ لا يشتغل اعمال. اي اعمال خاصه. هذه احد البدائل في دول الخليج، ان كثير من الاشخاص يقول لك انا بشتغل حوالي 20 سنه وبتقاعد على الاقل يجيني معاش التقاعد وهذا يساعدني اني ادخل في مجال الاعمال. ربما هذا النوع من التخطيط ممكن الشخص يقوم فيه، لكن بما معناته انك انت لم تتقاعد رجعت الى العمل، فهذه ممكن تكون كبديل انه يعطي نوع من على الاقل نوع من الدخل اللي يساعد الشخص عندما ينتقل القطاع الخاص ما يقوم بالمخاطرة 100%، ويكون هذه تساعده على مصاعب الحياة يعني أو الانتقال إلى القطاع الخاص أو عمل الخاص اللي هو فيه. هذه ممكن تحصل، لكن الإشكالية الكبيرة أن كثير من الأشخاص عندما يتقاعد في سن 40 و45 يتكاسل، ما يقوم في عملية إعادة تأهيل، ما يقوم بعملية اللي هي الدخول في القطاع الخاص مثل ما احنا تكلمنا، لأن القطاع الخاص وطبيعة القطاع الخاص هي طبيعة أخرى تختلف عن يعني القطاع العام. مهم جدا جدا النظر في النقطة هاي بدقة، وعمل عدم التوقف عن العمل مبكر، لأن الشخص راح يحصل 40 سنة عمل وراح تكون عنده إشكالية كبيرة. عندنا اتصال آخر. أبو عبد العزيز تفضل. يا أبو عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو عبد العزيز. أخي العزيز الله يسلمك، عندي سؤالين جزاك الله خير. تفضل طال عمرك. الأول بخصوص الالتزامات والأصول من ناحية التأمينات الاجتماعية. نعم. في السعودية عندما طبقوا التقاعد المبكر، نعم، وجدوا انهم الان يدفعون مبالغ مساويه للي يحصلونه، متوقع برضو ان تكون المبالغ المدفوعه قد تكون اكثر. نعم. فما ادري وضعنا احنا كمتقاعدين لو حصل عندهم مشكله هل ياثر علينا؟ والله هذا سؤالك طيب، وهذا جزء من السلايد اللي كنا النقطه الثانيه بغيت اتكلم فيها. نعم تفضل. والسؤال الثاني تفضل يا ابو عبد العزيز. السؤال الثاني اخي العزيز، انا تقاعد والحمد لله تقاعد مبكر. نعم. وراتبي تقريبا حدود 14. نعم. والحقوق اللي اخذتها من الشركه وكذا حطيت فيها عماره وقاعده تدر علي اجار الحمد نعم. لله. نعم. الان بديت بخطه اني كل ما جمعت شوي اجارات اخذ من الاراضي الرخيصه واجمد. عافية عليك. خطه زينه ولا تقترح علي اقتراح ثاني؟ والله طال عمرك اي شيء يدعم انك انت تكون عندك اصول اكثر بيكون شيء مفيد بالنسبه لك. الاراضي جيده يا ابو عبد العزيز، لكن انا اتمنى ان لو الاراضي هذه، لان مشكله الاراضي هي اراضي لكنها ليست مستخدمه، يعني هي ما تدخل لك دخل اخر، ربما هي يزيد بقيمتها
كأصول يعني، لكن إشكاليتها ما تدخل ريع. العمارة أفضل لأن تدخل لك ريع، هي تزيد. أنا فاهمك، أنا فاهمك طال عمرك، خاص بعد فترة لما تشتري يعني كمية جيدة تتجه إلى أحد المصارف اللي عندكم وتقوم بعملية حتى تمويل عمارة أخرى وتشتري العمارة الثانية. نعم معي، تشتري العمارة الثانية وتدفع الدفع الأولى وتخلي المأجرين هم يدفعون اللي هو قيمته، وخاصة على المدى الطويل. لا تخاف من التمويل اللي هو 15 سنة. معي؟ نعم. عمرك كم يا أخوي عبد العزيز؟ أبو عبد العزيز؟ 50. الله يسلمك ويعطيك طولة العمر. هذه خطة جيدة، خطة جيدة وخطة سليمة، لأنك تعزز الأصول اللي عندك. صندوق النقد الدولي عندما يحسب بالنسبة لدول العالم وعمية الفقر وعمية حاجة الناس للاستقرار المالي، يتجه ويشوف الشخص في سن 50 أو 55 هل عنده أصول، ويحسبون أصول الشخص. إذا كانت عنده أصول كافية إذن هذا الشخص مستقر وراح يكون عنده يعيش حياة مرتاح فيها. لكن الشخص لما يوصل 50 و55 وما عنده أصول، هناك الإشكالية الكبرى. الله يوفقك يا أبو عبد العزيز. مشكور يا أبو. تسلم طال عمرك، ما قصرت. سؤال أخ عبد العزيز هو سؤال مهم جدا جدا، وهذه النقطة اللي هي الأخرى اللي في السلايد اللي كنا بنتكلم فيها. ما في تناسب ما بين الأصول وما بين الالتزامات. شو هي الأصول؟ هي ما تملك أنظمة التقاعد. هناك طبعا أنظمة التقاعد، الأموال اللي هي يستقطعونها من الأشخاص هي اللي هي تكون موجودة في أنظمة التقاعد. هناك ربما يكون دعم مالي حكومي تبدأ فيه الأنظمة هاي، أو موجود أصلا في الأنظمة هاي. لكن هناك التزامات هي تقدمها وتدفعها بطريقة مستمرة للمتقاعدين وللأشخاص اللي يكونون عاجزين، وطبعا للأشخاص اللي يتوفون عوائلهم تستلم المخصصات مالهم. إذا هناك هذه حالة موجودة عندنا أنهم يدفعون من الفلوس الحالية وما في عندهم يعني يأكلون أصلا من أصولهم. الأصول هذه لن تستمر بنفس الشكل إذا لم يطلب من الأشخاص يدفعون مبالغ أكبر، وإذا لم تتحسن طريقة الاستثمار، وإذا لم تأتي جهات أخرى تساعد الجهات الحكومية في تخطيط الاستثمار، وإذا لم تمدد سن اللي هي التقاعد. وهذه الحلول اللي كانت أصلا مطروحة لكي تكون هناك استدامة لأنظمة التقاعد. معنا الأخ ريان. تفضل يا أخوي ريان من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي ريان، كيف حالك؟ مساك الله بالخير مستشار. الخير والعافية، من زمان ما اتصلت يا أخوي ريان. يا أخي والله اشتقت لك يا أخي، الله يطول عمرك. من زمان ما اتصلت، أنت ريت تليفونك. والله دائما أتابعك، الله يطول. الله يسلمك، تفضل طال عمرك، شوفي خاطرك. يسلمك. بالنسبة طال عمرك للأسهم الحمد لله يعني ما يبغي أول الحمد لله. نعم. جاني عايد منها ولكن رأس المال بعيد عني يعني. نعم. يعني. نعم. بالنسبة طال عمرك أقدر أصرفها الحين أو أحطها بعقار. نعم. والله أبقى عليها، الله يطول عمرك. والله طال عمرك إذا عندك عقار وعقار يسوي لك مردود وعقار ممكن تأجره، يا أبوي اتجه للعقار. أنا هذا أنا أؤكد عليه، لأن في الوقت الحالي والعقار مردودة من جهتين، مردودة أن تزيد قيمته المالية أو كأصل، وفي نفس الوقت يدخل لك دخل. وإذا حطيته في عقار لا تدفعها كامل فلوس عقار، ادفع الدفع الأولى في العقار وخل المصرف يمول لك إياه لمدة 15 سنة. تسلم يا قريان. مخرجنا الله يسلمك. تسلم يا قريان، تسلم، مشكور، شكرا على اتصالك. ناجي تفضل. استاذ ناجي من السعوديه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ ناجي، تفضل طال عمرك. كيف الاحوال؟ اهلا وسهلا، بخير وعافيه، كيف حالك؟ نبغى نسال بس عن سن التقاعد، يعني ليش ما يتم تخفيض سن التقاعد يعني لما تشتغل انت 25 سنه في التامينات؟ في وين؟ المملكه العربيه السعوديه يقول لك انك لازم تشتغل 300 شهر. انزين. دول الخليج مثلا تقريباً 20 سنة. نعم. طال عمرك يا أخوي ناجي، دول الخليج راح تلحق السعودية وراح تطلب أكثر وأكثر في عملية أن التقاعد ما يصير بالعشرين.